مراسلنا من بغداد العاصمة علي عبد الكريم، أهلا بك علي. علي، لو تضعنا في ضوء استعدادات أهالي بغداد العاصمة لاستقبال عيد الأضحى المبارك. أهلا بك زميلتي، وكل عام وأنت وجميع الزملاء والمشاهدين الكرام بألف خير. يعني أجواء جميلة هنا في العاصمة بغداد، اقتصاديا تشهد أسواق العاصمة حركة غير مسبوقة وأيضا حركة تجارية عالية المستوى. فضلا عن ذلك يعني أمنيا نتحدث أن وزارة الداخلية تحدثت عن خطة أمنية تعتمد بشكل مباشر على الجهد الاستخباري، لا قطوعات أمنية في شوارع العاصمة هذه المرة، على عكس السنوات السابقة كنا نشاهد خطة أمنية محكمة وهناك قطوعات للشوارع ونشر للدوريات. لغاية الآن لا يوجد هذا في بغداد، وأيضا كما نوهت وزارة الداخلية لا تكون هناك أي قطوعات خلال هذا العام. أيضا يعني ننقل لكم بعض الأجواء هنا في العاصمة بغداد، حيث نحن الآن متواجدين في منطقة المنصور، تشاهدون هذه الأجواء هنا وحركة التبضع أيضا الموجودة في بغداد هنا، وأيضا في المناطق الأخرى من العاصمة بغداد هناك حركة كبيرة، لا سيما في المولات التجارية والشوارع الرئيسية هنا في بغداد. نعم زميلتي. نعم علي، ماذا بشأن، يعني ربما تحدثت لنا عن الاستعدادات الأمنية، الخطة الأمنية، بعض تفاصيل تلك الخطة في بغداد العاصمة. نتساءل أيضا بالنسبة للاستعدادات الصحية فيما يتعلق بذلك، ربما تم منع بعض الألعاب، ما يتعلق أيضا بذبح الأضاحي يعني في المجازر المجازة فقط، يعني لتجنب انتشار الحمى النسفية يعني في هذه الأجواء الحارة. يعني وزارة الصحة أعلنت استعدادها لهذا العيد، هناك فرق جوالة أيضا في عموم محافظات البلاد لا سيما هنا في بغداد لمتابعة موضوع الأضاحي وعدم انتشار الحمى النسفية وغيرها من الأمراض الخطيرة التي ربما تؤثر على المجتمع بصورة مباشرة. أيضا يعني بما يخص الألعاب، كل الأمور هي كانت على ما يرام. أيضا يعني بعض مدن الألعاب هنا في بغداد ستكون متاحة بالمجان أمام العراقيين، لا سيما مثلا متنزه الزوراء هنا في بغداد وغيرها من المتنزهات الحكومية، ستفتح من صباح يوم غد مجانا أمام الزائرين. هناك أيضا تسهيلات في العديد من الأماكن الترفيهية هنا في بغداد لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المواطنين. بصورة عامة كل الأمور هي في بغداد على ما يرام، أجواء جميلة. وأيضا تحدث عن أمنيات العراقيين الذين تحدثوا يعني عن أمنياتهم بأن يستمر الأمن والأمان يعني في البلاد، بالتالي أجواء جميلة وإيجابية هنا في العاصمة. نعم، أيضا على ذكر علي يعني متنزه الزوراء والذي سيفتح يعني بشكل مجاني خلال أيام عيد الأضحى المبارك، يعني ما يتعلق بساحة الاحتفالات أيضا يبدو بأنها ستكون متاحة ومفتوحة للمواطنين، هل يعني هناك من استعدادات يعني تهيئة تلك الساحة لاستقبال المواطنين على حد المعلومات المتوافرة لدينا؟ الساحة هي مستعدة بالكامل بحسب المعلومات أيضا المتواجدة لدينا، ستكون متاحة أمام الجميع بدءا أيضا من يوم غد. فضلا عن ذلك يعني في العديد من الأماكن الترفيهية ستكون هناك الكثير من الأمور الترفيهية للمواطنين، منها الفرق الموسيقية، الألعاب، غيرها من الأمور في ساحة الاحتفالات وأيضا في الساحات العامة الأخرى ستكون أكثر، يعني أغلب الاحتفالات وأيضا الأمور بعد السادسة مساء، وذلك يعني بسبب أنه في النهار هناك أجواء مرتفعة بدرجات الحرارة، مع حلول الليل يكون الجو أفضل، بالتالي أكثر الفعاليات أو أغلب الفعاليات ستبدأ بعد يعني في المساء من يوم غد. هناك استعدادات كبيرة على كل المستويات كما تحدثنا، أمنيا، اقتصاديا، لوجستيا، فنيا، كل الأمور هنا يعني على ما يرام بحسب ما تحدثت به الجهات الأمنية، حتى صحيا كما تحدثنا قبل قليل. نعم، توضحت الصورة. علي عبد الكريم مراسلنا من بغداد العاصمة، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.